بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا تولى أمرنا بالتمام والكمال يا من وضعت لنا الإسلام دينا قيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. ناخذ درة أخرى رواها البخاري رضي الله عنه عن نبينا وقائدنا الأعظم عليه الصلاة والسلام. يقول فيه قائد كريم سبحان الله كيف عظم من شأنه، فكان يوصينا في هذا الحديث بثلاثة وصايا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، حاجتين، إيمان بالله وتوحيده واليوم الآخر آت لا ريب فيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ولا يعاد الجيران، خصومات علنية وسرية وتوصل حتى تقاتل وتوصل المحاكم، وعارف المحاكم اليوم يصيروا فيها القضاة اللي يمسوهم بالرشوة والعياذ بالله، قاضي في الجنة وقاضيان في النار كما قال الرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. ويقول: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه. اليوم الضيف جيبه بعهرتك باش يفسك كما يشاء، وبعد إذا كان ما عجبكش المال اللي قدمه مقابلك الزنا هذاك المفضوح، ولكن انتم عندكم انتم غير مفضوح، جائز. شنو اتى زوجتي ولا اتى واحد اخر كيكي، وشنو اخذت المال من عنده ولا ما عنده؟ تكرم ضيفك، انت اليوم تخدم بضيفك من طريق الجنس وتقتله لانه ما عطاكش المال اللي كنت تتوقعه منه، ولو عندك بيه هو اخلفه، لانه ما كانش المتعه اللي كان يتوقعها في الوقوع على عاهرتك مو زوجتك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو حقا ولا يصمت. اليوم الباطل ماشي، والناس كل خاصة في تونس، هذه هي أصبحت تونس، قالك حزب لدى تونس وحزب بتحية تونس. تونس وقتاش توا خليتوها تونس، اليوم قفار وأجرام والعياذ بالله، ولا خير بالتمام، وكل شيء ولا باسم الإسلام يراد به شر المستقبل، شر المستطير، نسأل الله السلامة.